قاموا بالاعدام وطلعوا بالعفو. المشكله مو يا التيار الصدري اخوان، المشكله ويا جماعه يدعون انهم بحزب الله. اخوان بخصوص المناشده اللي قدمتها لسماحه السيد مقتدى الصدر الله يحفظه، اليوم اتصلوا بيا جماعه وقالوا يابا احنا نمثل مكتب السيد الصدر، دزونا عليك على مود نحل مشكلتك. قلت لهم انا ما هو بالبيت، قالوا تعال للبيت واي شيء يصير احنا نتحمل مسؤوليته. رحت للبيت واجا وياهم اسماعيل العبيد ابو فاطمه، الرجل معروف بالتيار الصدري ومعروف بالمنطقه. قالوا يابا شنو الموضوع؟ قلت لهم يابا هاي القاع وهذا الحائط البلوك البنو غصبا علي، وذن الفيديوهات مال التجاوز مالتهم، وهذا بيتي هجروني من عنده وطلعوني من بيتي، وذني اغراض اللي شمروهن، وسولفت لهم كل التفاصيل. اكو شخص من عندهم قال لي بيها مجال اطب للبيت اصور اشوف اكو عائله لو ماكو. قلت له طب للبيت، طب للبيت يصور، وطاب للبيت يصور وش يقول؟ انا هسه شفت الفيديوهات منشورات بالفيس، يقول يا بي هذا الشيخ اياد قاعد يرمم بيته وماكو تجاوز عليه وكذا ومن هالامور. هذا الشخص مندس، كل عتبي على التيار الصدري، على الاخوان بالتيار الصدر، انتم ما قصرتوا واجيتوا على العين وعلى راسي، لكن هذا الشخص ايضا مستاجر. مستاجر ويطلع الفيديوهات وخان الامانه، خان امانتي اولا انا خانكم وانتم خانكم ثانيا، انتم جايبين وياكم شخص خان الامانه وما نقل الحقيقه. اخوان الاعزاء صور بيتي وصورني انا وما ادري، وراح وداها للندمالتي اللي هو سيد احمد ابو خطه اللي جاب حزب الله واجوا للبيت. بالمناسبه احب اوضح انه المشكله مو يا التيار الصدري اخوان، المشكله ويا جماعه يدعون انهم بحزب الله، خذوا قاعي وسيجوها وتجاوزوا علي، وهاي للمره الثانيه اناشد سيد مقتدى الصدر بهذا الموضوع. السلام عليكم استاذ نجم. الله يسلمك. عليكم السلام. انت من يا محافظ يا شيخ؟ انا منك استاذ نجم واشكرك تحت الفرصه. انا خادم. انت من يا محافظه؟ الله يوفقك ويطول عمرك. انا من الحله مركز المدينه. زين، قاك ماخذينها حزب الله ايش كثر قاك؟ استاذي قاعي 4 دوانب ونص. زين، قاع ارث من والدي وسندها باسمه واسم والدي. لحد الان باسم والدك؟ لحد الان باسم والدي، وقسم انا اشتريتها باسمي، سندها الاوليات تمام العقاري باسمي. انا عرضت الفيديو مالته، خلي الذاكره انا وياك. اولا انت تقول حزب الله اللي اخذ القاع، شلون تثبت حزب الله هم اللي اخذوا القاع؟ استاذ نجم اذا سمحت لي شويه، انا اتشرف بك واريد تنطيني من وقتك دقائق ان شاء الله ما اخذ من وقتك. هو بس على اجابه على اسئلتي انا وياك، شلون تثبت حزب الله اخذوا القاع؟ استاذ القاع مو بس مالتي، مو احنا اطلعنا عليهم ذولا وطلعنا على تفاصيلهم ورحنا لبيوتهم ولمن ينتمون، ودقينا اسمائهم بالحاسبه مال الحشد الشعبيه، ودقينا اسمائهم بالهيئه الحشيد، وذولا كانوا بحزب الله، قبل حزب الله كانوا بحركه جند السماء اللي ظهرت بالنجف. أي. وحكموا بالاعدام، موجوده حتى مقتبسات عفوا، الحكم عندي موجودات. اي. الحكموا بالاعدام وطلعوا بالعفو. فانت من صار الحشد وكذا انتموا للحشد. بعدين هيئه الحشد نتيجه السلبيات اللي وصلت عنهم فصلوهم من هيئه الحشد. زين. فبداوا شو يشتغلون؟ بداوا يشتغلون بالدعاوى الكيديه. يعني اليوم مو لهنا لهنا يا شيخ اياد، انت ما تقدر تذبهم على حزب الله. طالما الحشد فصلهم لسلوكياتهم المزينة مثل ما تقول، اذا هم مو على حزب الله. لا لا عفوا استاذ نجم، اكو فرق بس احب اوضح لحضرتك، مو كفاءة حزب الله، لا بس حزب الله تنظيم العراق كانوا هم كيان سياسي ينتمون لهيئة الحشد. ما تقول لي الله يسم حزب عده؟ هذه بعد هذه مسمى حزب الله تنظيم العراق. ذولا كيان سياسي ما عندهم جناح عسكري. زين. فذولا بعد ما انطردوا من هيئة الحشد بدهم يشتغلون بالدعاوى الكيديات، يعني اليوم عند استاذ نجم قاع مثلا على الشارع قيمتها مليار دينار. أي. اروح لهم اني اتفق وياهم على مبلغ معين، يشتكون على استاذ نجم دعوه كيديه خارج المحافظه، ويظلون من محافظه لمحافظه الى ان يضطر يتنازل عن قاعي. هذا يعني عندهم سوابق مع غيرك؟ بالضبط، ها هو هذا اللي اقدر بخدمتك به. اولا عمي اخو ابوي قاعه بصف قاعه بالضبط، وحي يرزق واولاده موجودين. اشتكوا علي بكركوك، هو من الحله، اشتكوا علي بكركوك على انه عنده سرقات ذهب وفلوس وكذا. وراح منا لكركوك يرادة فد شهرين، على ما يكمل من كركوك تطلع له دعوه ثانيه بالنصريه، كمل من النصريه تطلع له دعوه ثالثه بالنجف، وهكذا. ذولا من يعاونهم حزب الله؟
من يعاونهم؟ يدعمهم شخص يدعمهم شخص اسمه سيد احمد ابو خطاط. احمد الشخص اهله احمد منو؟ اهله خطاط احمد وحيد محمد اسمه من الحلم. زين هذا شنو نفوذه يا احمد؟ هذا من ياخذ الجراح. هسه مثلا انا قاعد المشكله علي هسه انا اللي احكي وياك. سووا علي دعوه قم عباسي يعني. توقفت هنا انا بالحل وانا رجل دين ومعمم ومسؤول مزار استاذ العلماء الاربع مسؤول الوحده الدينيه. يعني ما اريد احكي لك مكانتي الاجتماعيه. توقفت هنا انا بالحل 15 يوم يلا وصلت قم عباسي زين. كملت قم عباسي القاضي هم يعرف يعني القاضي عرف الدعوه كيديه اطلق سراحي. من اطلق سراحي بالباب اريد اطلع قال اوقف. قالوا عليك دعوه بعد الميثم التمار. المركز ميثم التمار يا بهم منتظر عود اروح الميثم التمار. انتهم ذن اثنين جابوا كرفان. طبعا هم اجوا للقاع جابوا كرفان وبلوك واسلحه ووقفوا بالقاع. سيجوها بالبلوك كلها وبنوا بها بالوجه المحلات. ياهل يقود هاي الحمله اللي يقودها؟ نعم اللي يقودها اللي يقودها شخص اسمه علاء حسين رحيم من الكوفه الصوب الصغير. شو اشتغل هذا؟ سابقا كان سابقا مدير المكتب مال حزب الله. وحاليا بدا يقود. وحاليا هذا شغلته هيك. طبعا هذا القضيه مو بس اني هسه موجودين جماعه على 1000 دونم بالجهه الثانيه والشخص موجود وبامكانكم انطيكم رقم تتصلون به او تفتحون وياه بث مباشر. الاخوان الجماعه في حزب الله من الامين العام الى القيادات الى المسؤولين. هذا كلام لمواطن على الهواء مباشره معرف والاخوه بالتيار الصدري يعرفونه ويدعي انه انتم بكتوا قاعه بالنص. فاتمنى منكم احد يرد انه انتم تردون على هؤلاء اللي ذكر اسماءهم بالاسماء يدعون انهم في حزب الله. هذا الامر تقبلون بيه لو ما تقبلون بيه؟ تقبلون انه تغتصب اراضي الناس؟ هذا بتوجيه منكم لو هم يستخدمون اسم الحزب بهاي القضية. انا اتمنى احد من الاخوة في حزب الله يرد علينا او يبعث لنا كتاب توضيح بهذا ماذا انتم فاعلون تجاه الطرفين.